نتكلم نطلع بالمقادير نسمع كلام الكبير. تعالوا مع بعض نعمل كباب حله، وسموه كباب حله لانه بيستوي في الحله مش على شيش اللي هو السيخ او بيستوي على فحم. هنعمل النهارده اكله كباب حله، البطل فيها الدهون بتاعت اللحمه، هتستوي مع بعضيها مع الخضار مع الفليفله مع البصل مع التوم، هتبقى زبده. نقدمها مع طبق رز ابيض. نشوف مقادير كباب الحله مع بعض. نبدا بيه كباب حله، معانا لحم مكعبات يا اما ضاني يا اما بتلو يا اما كندوز حسب الرغبه، معلقتين من السمنه والزبده، معانا بصل كريهات متقطع، فلفل الوان، ما ننساش التوم اساسي، ملح وفلفل، وسبع بهارات او تشكيله من البهارات اساسها القرفه والبهار الحلو عشان الكباب الحله يطلع بطعم المشوي. وعايزه بقى ياخد طعم شويه الفحم. بعد ما تستوي الاكله في الحله جيبي حته فحمايه صغيره كده حطها على عين البوتاجاز، وحط عليها نقطتين زيت وحطها في قلب الحله، هتديك الجو المشوي على الفحم ولكن في الحله. ده فكره كباب حله. هنقدم معاها رز ابيض معمول طبعا بالسمنه والحبهان، ورق الرورو والملح والفلفل. النهارده المناسبه زي ما وعدت حضراتكم بنعمل كل يوم شوربه بتبقى صيامي للاخوه المسيحيين اللي بيشاهدونا على القناه الام دريم، القناه الاولى في الوطن العربي. كل الاخوه المسيحيين بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين، كل يوم مش هننساكم في اكله صيامي. هنعمل النهارده شوربه البروكلي ريجيم. هو البروكلي كده كده هوس اي حد بيعمل ريجيم. معانا بروكلي، معانا زيت، معانا شويه بصل متقطعين ناعمين، فص ثوم، جنزبيل اوعى وشك الباور بتاع الشوربه، معلقه دقيق، ملح وفلفل. اقول تاني مقادير شوربه البروكلي ريجيم. معانا بروكلي ومعانا زيت، حبه بصل، ثوم مهروس، معلقه جنزبيل ناعمه طازه وفريش، معلقه دقيق، ملح وفلفل. دي شوربه صيامي وفي نفس الوقت شوربه ريجيم. سلطة الزبادي بالنعناع لكباب الحلة، وده اللي يناسبها فعلا، بابا غنوج أو تبولة أو فتوش أو الزبادي بالنعناع. معانا زبادي نعناع طازة، رشة ملح ومعلقة توم، دي سلطة الزبادي بالنعناع. معانا إيه تاني يا أبو حميد؟ نبص كده، حلو الكلام. هنا النهاردة المفاجأة، معانا المفاجأة كنافة مفروكة بالقشطة. هنعمل طبق كنافة من المطبخ السوري الجميل، كنافة اسمها مفركة بالقشطة. مفركة يعني كنافة بنجيبها طازة بنفركها في الخلاط، أو بالاول بنيبسها ونفركها بايدينا، بنشوحها في زبده كتير وفي سمنه، ونحط لها فستق وشويه سكر بودر على الوش. مقادير الكنافه المفروكه بالقشطه: كنافه ربع كوب من السمنه، واحد كوب من السكر، قشطه عليك يا شيف. معانا للتقديم فستق ناعم، قرفه ناعمه، سكر بودر. اقول مقادير الكنافه المفروكه بالقشطه تاني: معانا كنافه صحيحه ربع كوب من السمنه، وسر الكنافه في تسمينها، معانا واحد كوب من السكر قشطه، ومعانا فستق ناعم، قرفه ناعمه، وسكر بودر. ده كل اللي عندي، ونهدي النفوس. نهدي النفوس فعلا. أيوة. والشيف ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل والهجوم الشرس على الدكتور كان اسمه ايه؟ معلش دكتور علاء. لا انا كنت دكتور علاء بوجهله تحيه طبعا، ده اخونا وحبيبنا. وانتوا عارفين بقى يعني بتخيلوا بالنار وبالنارين، بين راجل وست. بس شيف معلش انا بدي اقول لك شغله صغيره. اتفضل. انت على انا شفتك لازم شويه بهارات. انت وهو طالع التقرير انا شفتك، انت قلت انه ما يصحش الست تاخذ الباسورد تبع جوزها. انا طالما في ثقه استنى بس، انا متفقه معاك في ده. انا بالنسبه لي عادي يا حبيبي خالص. استنى اتفضل. اتقل على الرز لما استوى. الست عسل. أيوة. لما التقرير كان طالع في ستات قالوا مش عايزين ندي الباسورد للراجل، انا شفت رياكشن وشك ما كانش لطيف. فانت عندك هنا موقف ازدواجي يعني انت مع انه الراجل يحافظ على خصوصيته بس الست لا. انا طالما في ثقه ما تفرقش يعني. انت يا شيف عايز انا شفت انت مش بس انا اللي بص. لا طبعا ما انت اللي فتحت الموضوع. شكلك هتتحرمي من الاكل. لا ما عنديش مشكله، انا عندي رجيم في كل الاحوال يعني حتى لو ما اكلتش عادي، بس انت اللي هتتحرم هتركب الحاجات وحدك. قولي لي ماشي. انت دلوقتي اتضايقت انه الراجل لازم هو اللي يرشى زي ما قلتي ان هم الرجاله عايزين يعرفوا كل حاجه بس الست لا. والست لا، لازم الست لا. بقى تورينا انت عملتي ايه ومسج بعتي لمين والحاجات دي. طيب مفيش مشكله بديك. في ثقه. الدكتور وجه معلومه حلوه. الدكتور قال حاجه حلوه: حسب ظروف الزوج شغله ايه. استاذ احمد السيد مخرج لمعجبات وراجل مش متجوز، هتخش واحده صاحبته او واحده خطيبته على الفيسبوك
اكيد هتصطدم في حاجات. ليش هي هتفهم الامور غلط؟ شايف طيب مثلا، ما خلينا نتكلم يا شايف يا شايف. لا واحد مشهور، واحد معروف، واحده بتبدي اعجابها، هيتفهم غلط ليه بتقول كده وتحكوا تحتها خط. فحسب الظروف كل واحد، وحسب برضه الست ممكن يكون لها هي في منصب سياسي او في منصب عملي او في منصب ميديا ايا كانت، فنانه، فالكلام ده لكل الناس. طيب لازم الثقه متبادله. ماشي انا معاك. طيب اي واحده متجوزه فنان او ما اعرفش ليه، هي عارفه قدمة على ايه وعندها ثقه وعارفه وهي بتشجعه على فكره وتقدر هي حتى تجاوب عليه، مفيش مشكله صح ولا لا؟ بس اهم حاجه يكون في ثقه زي ما قلت. هي الثقه لو موجوده مفيش ياخد الباسورد بتاع قلبها، تاخد هي بتاع قلبه ما تفرقش خالص. طب هات بقى التليفون خليني اشوف عندك ايه ومسجات والحاجات دي. احنا عايزين ولا على فكره ما اعرفش بالتليفون حاجه خالص، هي تعرف كل حاجه. انا عايزه الباسورد تبع ال... ايوه حاضر. طبعا اسمها ايه قلت لي؟ الكنافه. دي الكنافه المفروكه. كنافه كنافه. خلي القلب ازاي يا ابو حميد؟ يا قلبه يا ابو حميد كده عينيا اهو 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 يا جميل. اوعى وشك اوعى وشك. عايزني دلوقتي يا بص يا استاذه ليلى بقى عشان تصالحيني. اصالحك ليه؟ هو انا زعلتك عشان اصالحك؟ طيب بصراحه شوف انا بس مع الدكتور، انا مع الدكتور ان كلامه مظبوط، بس عشان استاذنا ده حبيبنا هو حب يفهم الموضوع بطريقه صح، فما اعرفش ايه. بص يا شيف مغازي، الاختلاف لا يفسد للود قضيه. مهما كان في اختلاف في الاراء، يعني كل واحد بيفكر من وجهه نظره الخاصه. حطها هنا يا شيف حط كده قشطه كده وزعها على ذوقك انت، لوحه فنيه ارسمها زي ما بالمعلقتين كده سيبي لي بالاحرى. عايزني اسكت ما اتكلمش، فعشان كده لا عادي. انا بص هقول لك على حاجه مش مشكله. بص ام كلثوم اكتب المخرج بيقول اكتبي احمد. ام كلثوم الفنانه العظيمه قالت جمله بس لا اديني شوكه. واثق خطوتي يمشي ملكا، طول ما انت سليم ما يهزك ارض ابدا يا سي السيد. خلي بالك سلام. ايوه ده من الاخر عشان نتهنى بالاكل ده. تعالوا مع بعض نشوف عملنا ايه النهارده. عملنا كباب حله يتعمل بحب، شويه حب تخش المطبخ اصبري عليه كده. الصبر مفتاح الفرج. اللحمه تتقطع كرهات، نحطها على طاسه سخنه مع شويه بهارات مع البصل ونسيبهم زي الفل. ولا عايز كمان؟ لا براحت يعني قشطه. بص وزعها على الاطراف. اوزع او ممكن اداري الحمار ده كده مع الفلفل يعني. هو على اساس كده الشيف بيعلمني يعني، جيت في الحته دي وجيت اتعلمني هنا. عايز اقول هنحط اللحمه مع البصل على النار، لازم يستوي كله مع بعضه ويدوب البصل مع اللحم لغايه لما ما تشوفيش بصل خالص مع اللحمه، معناته ان اللحمه قربت تستوي. ودايما الكباب حله بيتعمل من حته اللحمه الملبسه، ما تجيبيش حته ناشفه ما فيهاش دهون وتحطها تعملها كباب حله عشان تستوي منها فيها. بعد ما بيستوي اللحم مع البهارات، ونصيحه من شيف بيحبكم، اوعى تحط الملح في بدايه السوى، في المرحله الاخيره من السوى زي ما انا عملته دلوقتي. حتى الاستاذ احمد السيد قال لي انت كنت ناسي الملح، قلت له لا، هو الملح بيتملح للحم في الاخر المرحله عشان يساعد على تسويه اللحم. لو ملحت اللحم من الاول هيبدا يشرب الميه بتاعته، هيخنق الملح، هتبقى الملح زياده، الانسجه بتاعت اللحمه مليانه ملح. حطينا الخضره الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر، حطيناهم على النار، لازم يبقى حي كده. احط كمان يا شايف ولا ايه؟ كفايه كده زي الفل. كفايه عندنا سكر بودر اهوت يا استاذه ليلى. ممكن بتقول عايزين نعرف بس المخرج بيقول لي ايه؟ اتفضلي. ايه رايك في سلطه الزبادي دي يا ابو حميد؟ وقال لي اعملي كده. دريم وسام على صدري. اللوجو بتاع دريم عملته بالنعناع الاخضر. وعملنا الرز المصري الجميل، لازم مع كباب الحله يا اسباكيتي بالزبده يا اما رز مصري. عاجبني الرز بالورد، تحسه كانه بوكيه ورد. شفت ازاي؟ ده جميل. وكمان الورده الحمراء دي بهدية لكل مشاهدين قناه الام، قناه دريم في الوطن العربي. وعايز اقول شوربه البروكلي ريجيم، مش حارمين الناس حبايبنا اللي بيعملوا دايت، مش ناسيينكم خلي بالكم. شوربه البروكلي عملناها ريجيم جميله جدا. عملناها البروكلي شويته في النار على الفرن مع بصل مع بهارات، وفي الاخر حطيته في ميه يغلي بعد ما استوى، ضربته في الخلاط وقدمته بالشكل الجميل. لو انت مش عايزاها ريجيم حط لها كريمه لباني، مفيش اي مشكله. ايه كريمه لباني؟ ده لسه بقى هنبدا يعني كريمه لباني. قول لي لا عايز اعرف ايه كريمه لباني. ليلى صار له الشيف عم بيحكي عن الكريمه اللباني من اول، بس هي ليلى مش بتحب. بقالي 100 سنه بتكلم عن الكريمه. لا بس اقول لك حاجه، معلش انا عايز اعرف. ليلى مش بتحب الاكل اللي فيه دسم وزبده وهيك، فهي مش ما بتستعملش الكريمه اللباني. طبعا من عيشه العروس. نعم يا ابو حميد. بصراحه ابو حميد معنا اتصال. مين؟ محمد. ابو حميد السلام عليكم يا حبيبي. سلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لاحلى شيف في جمهوريه مصر العربيه وفي العالم العربي. الله يبارك لك. اجمل نص حلو في الدنيا اللي بيمثل الوطن العربي كله. الله يسترها معاك يا حبيبي. تحياتي قصه البرنامج. وانا بقى القلب الجميل اللي انت عامله ده. القلب ده بهدي لكل مشاهدين قناه دريم. لكل ست جميله. كنافه مفروكه بالفستق والقشطه.
الله عليك يا شيف، تسلم الايد وتسلم الخيال. والكباب الحله ده ملوش حل يا شيف. نعمين كباب الحله اللي انت عامله، كباب الحله ده مستوي مع بعضه كده الخضار جميل جدا، كمان بيقوم بدور طبق السلطه الخضار اللي موجود فيه. تسلم ايديك يا شيف والله، تسلم ايديك، تسلم ايديك، ربنا يخليك. اتفضل معانا يا محمد. على ربنا يخليك يا رب. عايز اسال على الكنافه الحلبي يا شيف. ملا الكنافه الحلبي. الكنافه الحلبي، اوعى وشك. حاضر عينيا. لازم تروح على حلب وتاكلها. انا ليا تعقيب صغير يا شيف كده بعد اذنك. يعني امرنا. بص انا راجل فنان اصلا، يعني انا الست. عايزين اغنيه للبرنامج حلوه يا ابو حميد. نعم يا باشا. عايزين اغنيه البرنامج النص الحلو حلوه، تهديها لنا كده. احنا نعمل احلى اغنيه. جايز كلمات وقولها لي كده في بدايه الاسبوع الجاي. ان شاء الله. ويهديها لقناه دريم. ان شاء الله. الاحلام لازم تحلم معانا. طبعا يا شيخ. ربنا يخليك، ده احلى قناه في الدنيا دي، قناه الاصائل الاساسيه اللي في مصر. اول عينينا ما فتحت عليها، انا شخصيا اتربيت عليها. امرني يا ابو حميد. الاساس، ربنا يخليك. انا بس عايز اقول حاجه، يعني ان طول ما في ثقه ما بين الزوج والزوجه مفيش اي مشكله خالص. مفيش بس يعني، كان في حاجه، كان في تليفونات زمان ولا في حاجه الكلام ده؟ ولا كان في اي حاجه خالص. بس في، برافو عليك، صح. طالما الثقه موجوده خلاص يا شيخ كل شيء انتهى. مظبوط، برافو عليك. لا خصوصيتها ما حدش بيقدر يتدخل فيها الا اذا كانت هي عايزه تقول، يعني ما حدش يشوف الحاجات دي. لان الثقه موجوده اساسا. مظبوط، في الموضوع ده. مظبوط يا فنان، اشكرك. كلك زوج، سلم لي على الاطفال الحلوين اللي جنبك. شكرا يا ابو حميد. معانا اتصال تاني. اريج. الو، مساء الخير. يا مساء النور. ازيك يا شيف احمد؟ ازيك يا جميل، اموريني. ما يمر عليك ظالم يا رب، منور انت والامارات اللي معاك. طبعا النص الحلو من غيرك ولا حاجه. لا بجد ربنا يخليكم، بجد احلى برنامج والله. ربنا يا حبيبتي، ربنا يخليك والله. بستناه يعني بفارغ الصبر عشان اشوفكم والله. ده من ذوقك والله، دايما بالنجاح يا رب. ربنا يخليك. ممكن سؤال صغنن؟ اتفضل. شيف احمد، انا عايز اعمل كرات الدجاج بصوص الزنجبيل. كرات اللحم بصوص الجنزبيل. كرات الدجاج يا شيف. كرات الدجاج. حاضر. عندي مشكله يا شيف، انت رايك ان انا اسلق الكرات الدجاج دي ولا اعملها حمام بخار ولا احمرها ولا احمرها واعمل مكانها صوص؟ بص، الثلاث طرق ينفعوا، بس انا هقول لك الطريقه افضلهم، انك انت الدجاج بعد ما تعمليه. عايزه طريقتك انت يا شيخ. عيوني الاثنين. حاضر حالا دلوقتي. ليكي سؤال ثاني تحت امرك. لا ربنا يخليك قوي. هنروح على الهند ونجيبها، دي اكله هنديه معروفه. عيوني. حاضر. ليكي في سؤال. ايه ازيك يا ايه؟ يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. بكره يا حسين نعمل كرات الدجاج بصوص الجنزبيل. ايوه يا ايه ازيك، اتفضلي. منور الشيخ يا شيخ. ربنا يكرمك. اللي بتطلبوه على طول، ما يطلبه المشاهدون بيتنفس تاني يوم. ربنا يخليك يا شيخ بجد، ومسي على كاتب الجمال حضرتك بتعمل. الله يكرمك، تحت امرك. ليا سؤالين عند حضرتك. اتنين عيوني. معلش بقى. اول سؤال، انا ما بعرفش، انا بعرف اعمل كل حاجه بس ما عدا البصاره. البصاره عايزاها؟ عايزه الفطير مشلتت. بص، اكلتين جبتهم انا متعلمهم عن امي، ربنا يديها الصحه. البصاره احب اكلها من ايديها والفطير المشلتت. انت انا بعد البصاره عن طريق حاجه مامتك. عيوني. حاضر. والفطير المشلتت يا شيخ. سجل يا حسين، الاسبوع الجاي الفطير المشلتت نبدا بيه الاسبوع، ويا رب نلاقي فطاطر حلو كده نجيبه يطلع بالفطيره، ننزل الاضاءه دي لاحمد السيد ونروح البيت بقى. والله بيرفع الفطيره لفوق كده وينزل الكشافات والدنيا. حاضر عيوني الاثنين. حد ليه سؤال تاني تحت امركم؟ يلا. شفنا الكنافه عملناها ازاي مع بعض، وناخد معانا هدى. مين؟ هدى. يا هدى ازيك؟ اهلا يا سيف احمد، ازيك؟ ازيك يا حاجه؟ دي صاحبتي بقى وحبيبتي. ازيك يا حاجه هدى؟ اول مره اروح انا بقى، هي صاحبتك؟ لا لا، دي الحاجه، دي اختي وتاج راسي. اي حاجه هدى؟ ايوه، ده انت منور ونصك الحلو منور. ربنا يخليكي. لسه جايه من العمره ودعيت لك يا حاجه هدى، قلت لي في التليفون الشخص ادعي لي يا شيف، يعني حملتيني امانه. يا رب يجعلك. ربنا يكرمك. عدى ليا وليك ان شاء الله يا ربنا رب. يكرمك يا حاجه هدى. وانا لا يا حاجه هدى. طبعا البنات ربنا يسعدهم. يا حبيبتي، ده انت نورتنا. ربنا يخليكي. كلامها زبده، كلامها كلامك زبدة. عسل على فكره. ربنا يخليك، وانا اللي سعيده لما بكلمكم. ربنا يخليكي. ربنا يوفقكم. والشيف احمد ده راجل يعني اللي بيتعامل معاهم ربنا بيوفقهم كلهم. ربنا يكرمك، اشكرك. يا شيف احمد، انا عمال اتكلم وبدور عليك، عايزه الشركسيه ضروري. اوه، عملنا الشركسيه يا ابو حميد ولا لا؟ اذا الاعداد هيفكرنا بيها، اذا ما عملناهاش هنعملها.
بس انا اقول لك طريقتها سريعا كده يا حاجه هدى دلوقتي. حاضر. ما عملناش شركسيه. لا ما عملناش نعملها عشان خاطر الحاجه هدى. شيف احمد نعم. انا سجلت ما لقيت ديك شركاتي محترم عيوني بعرف يكون ازد الفجر اربع مرات عيوني. حاضر حاضر عينيا هجيب ديك شركاسي يا حسين من عبد الفرارجي صاحبنا ده وصى عليه شيف مغازي. نعم. بنشكرك جدا عبيبتنا. للاسف وقت الفقره خلص محرومه برضو من الاكل تقولي شيف مغازي شيف احمد محرومه من الكنافه النقوص الخطر قلبك كبير يا شيف انا عارفه انه قلبك كبير ما تفهمش حد يعني لسه الست كانت بتتكلم انه انت كلك بركات ابو وديع القلب الكبير ولا وبشكر طبعا مشاهدينا زميلاتي لولي ورشوش وبشكر طبعا مشاهدينا اللي اتفرجوا علينا النهارده وتابعونا في النص الحلو واستنونا بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.